بسم الله الرحمن الرحيم وبين نستعين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين والمبعوث رحمة للعالمين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أفضل الصلاة والتسليم. أما بعد، هناخد اكسرسايز على الديريفيتيفز أو الفيرست ديريفيتيف. طبعا لو جاء لي فايند دي واي أوفر دي إكس أو فايند فيرست ديريفيتيف أو فايند إف داش أوف إكس أو فايند واي داش أو فايند ذا سلوب أوف ذا تانجنت تو ذا كيرف، كل دول بمعنى واحد، كل دول بمعنى واحد. طب هو أول مسألة جايبة لي إيه؟ إف أوف إكس إيكوال 4 إكس بار 5 ماينس 5 إكس بار 4. أنا ممكن أختار أي رمز من دول وليكن واي داش، بدل ما اقعد اكتب فيرست ديريفيتيف ادي واي داش. كنا بنعمل ايه؟ بعمل 5 تايمز 4 20 واكتب الاكس وانقصها 1 يبقى 4. خلصت دي على كده. طب دي 4 تايمز اوف نيجاتيف 5 نيجاتيف 20، اكتب الاكس وانقصها 1 تبقى تبقى باور 3، وتبقى خلصت المساله الاولى على كده. طيب لو جينا بصينا على تاني واحده دي، اف اوف اكس ايكوال اي باور اكس ساين اكس، احنا قلنا لازم نحدد نوع المساله الاول. يا ترى هي تايمز ولا ديفايد ولا براكت عليه باور ولا ايه ظروفها؟ قبل اي كلام بنحاول نحددها حاجه من الثلاثه دول، يا ترى هي تايمز ولا ديفايد ولا براكت عليه باور. طيب انا ملاحظ وبقول لي ايه؟ اي باور اكس ساين اكس، يبقى دول ايه؟ دي فانكشن معينه اللي هي الاكسبوننشال فانكشن، ودي تريك فانكشن، وجايين جنب بعض، يبقى المساله دي تايمز. طب والتايمز احنا عارفين على طول، بقول واي داش اللي هي الديريفيتيف بتاعتي، بفتح اربعه براكتس اهو بلس كمان اتنين براكتس، ابتدي اعمل ايه عشان ما اتلخبطش؟ اول واحده انزلها بعد الايه؟ بعد البلس. تاني واحده انزلها قبل البلس، وابتدي اعمل ايه بقى؟ المفروض اعمل ديريفيتيف للاولى وانزل الثانيه، ارجع اعمل ديريفيتيف للثانيه وانزل الاولى. طب هعمل ديريفيتيف للاي باور اكس، هي اي باور اكس لان الاكسبوننشال فانكشن الديريفيتيف بتاعتها نفسها. طب بالنسبه للساين اكس الديريفيتيف بتاعتها كوساين اكس. طب عايز اكتبها بشكل افضل، طبعا دي معموله تايمز دي، فكانها كده اي اكس اي باور اكس ساين اكس بلس اي باور اكس كوساين اكس، وتبقى المساله خلصت على كده. ولو قال لي ات اكس ايكوال مثلا باي اوفر 3 اي حاجه، نبتدي نعمل سبستيتيوشن بيها. طيب لو بصينا على نمبر 3 دي، بيقول لي ايه؟ اف اوف اكس ايكوال اكس باور 4 بلس 3 اكس اول تو ذا باور نيجاتيف 1. طبعا المساله دي نوعها براكت عليه باور. طب براكت عليه باور بيبقى يلزمني في يكون في كوفيشنت هنا، مفيش يبقى كان في 1. طب هقول له واي داش على طول. كنا بنعمل ايه؟ بعمل الباور تايمز الكوفيشنت، يعني نيجاتيف 1 تايمز 1 هيديني نيجاتيف 1. بنزل البراكت زي ما هو بالظبط، زي ما هو بدون اي تغيير، ونقص من الباور دي 1، يعني اعملها ديكريز باي 1، يعني نيجاتيف 1 ماينس 1 ايكوال نيجاتيف 2. طب نسكت على كده؟ لا، نرجع نفتح براكت صغير ونعمل فيه ديريفاتيف للي جوه البراكت. طب اكس باور 4 هتعملها ديريفاتيف ازاي؟ هنا كان في 1، بعمل 4 تايمز 1 ايكوال 4، بكتب الاكس بنقصها 1 تبقى 3. طب ال 3 اكس احنا قلنا اللي فيه اكس بنشيل الاكس بتاعته بس، ده 3. طيب كده انا اعتبر خلصت. المفروض اخد النمبر ده واعمله تايمز البراكت هنا. طب النيجاتيف 1 لو اتعمل تايمز ده 1 هيخلوا لي ايه؟ هيخلوا لي نيجاتيف، اهو اكتب واي داش تاني، نيجاتيف 4 اكس بار 3 ماينس 3، والبراكت الكبير ده ينزل زي ما هو اكس بار 4 بلس 3 اكس اول تو ذا باور نيجاتيف 2. لو انا عايز بقى اعمل سمبليفاي اكتر، ممكن اقول ايه؟ واي داش ايكوال، اكتب ده تاني البراكت ده فوق اهو، وده ينزل تحت بس يبقى باور بوزيتيف 2، يعني يكتب ينزل تحت اهو بس باور ايه؟ بوزيتيف 2، لان هو كانت الباور بتاعته نيجاتيف. المساله دي اف اوف اكس ايكوال 3 اكس باور 2 تايمز دي فانكشن ودي فانكشن، يبقى انا لازم زي ما اتفقنا احدد الاول المساله بتاعتي تايمز ولا ديفايد ولا براكت عليه باور لازم. طيب هي المساله كده تايمز، لان دي طبعا هي اي نعم مش محطوطه في براكت بس تايمز. واحد يقول لك طب ما احنا كنا بنقول على طول 7 تايمز دون وننزل البراكت وننقص 1، قال لك لا، ده هو لو هو 3 لكن ده جاي معاه اكس يبقى فانكشن مستقله لوحده. طب احنا كده هنعمل ايه؟ احنا عارفين ان احنا اللي لما يكون عندي تايمز بعمل 4 براكتس اهو، ادي 4 براكتس اهو اهو بلس، واقوم عامل تاني ايه؟ كده وكده. طيب هنيجي نبص بقى دلوقتي، زي ما اتفقنا ده الفانكشن الاولى بنزلها هنا، خليها هنا كده اهي 3 اكس بار 2. الفانكشن الثانيه اللي هي دي بنزلها هنا قبل البلس،
وابتدي اعمل ديريفيتيف لدي هنا وديريفيتيف لدي هنا. طب الديريفيتيف بتاع دي 2 تايم 3 6 واكتب الاكس وانقصها 1 بقت 6 اكس. طب الديريفيتيف بتاع دي بقى ده دي لوحدها اصلا مشكله، ده براكت عليه باور، يعني بتتعمل على ثلاث حاجات. كان قبلها هنا 1 كده بعمل 7 تايمز 1 ب 7، بنزل. لذلك لما طالما هي فيها شغل كتير بيعملوها براكت ايه، مربع كده عشان هي كبيره اهو. البراكت بتاعها نخليه مربع كده، تمام، خليه مربع عشان دي هتبقى طويله شويه لان دي لوحدها مشكله. فالمفروض ان انا اعمل ايه، 7 تايمز ال 1 اللي هنا ب 7، انزل البراكت زي ما هو، انقص الباور 1 يبقى 6، ارجع اعمل ديريفيتيف للي جوه البراكت، يعني اكس باور 3 هتبقى 3 اكس باور 2 وال 1 ب 0. طب بنرجع بقى نقص كده، المفروض يخلص بس نظبطها شويه. اولا 6 اكس مش هينفع اعملها تايمز الكلام ده لان ده البراكت ده عليه باور 7، فده هينزل زي ما هو 6 اكس، وممكن انزله بقى من غير براكت يعني اهو. طيب ولكن ده بقى 3 اكس باور 2 برضو ممكن بقى اعملها في الحاله دي ايه، 3 اكس باور 2 اعملها تايمز 7 تايمز 3 اكس باور 2 اللي هناك ده، يعني الثلاثه دول تايمز بعض، لكن البراكت اللي عليه باور ده مش هعرف اتصرف معاه لو عليه باور 6 ده. طب هتعمل ايه؟ هنعمل دول تايمز بعض، 3 تايمز 7 21 تايمز 3 63. نعمل النمبرز الاول وبعدين اكس بار 2 تايمز اكس بار 2 هيدينا اكس بار 4. يبقى انا كده عملت ده تايمز ده تايمز ده، فاضل بقى البراكت اللي عليه ايه، اللي عليه باور 6 ده هينزل زي ما هو كده بس، ما لهاش حل بقى ايه تصفيه اكتر. هو ممكن ناخد بقى كومن براكت دون بس هي كده كفايه عليها قوي كده، هي يعني ايه تعتبر كده يعني حل كويس. لا طب انا المساله بتاعتي دي عاديه برضو، دول تو فانكشنز ماينس بعض، لا هي تايمز ولا ديفايد ولا اي حاجه. طيب نعمل ايه، بس فيها مشكله ان ده اصلا انا ممكن بدل اف اوف اكس دي اكتب واي بقى يعني كده. احنا قلنا لما يكون الكوزان على باور هي او الساين يبقى هي كانت اصلا مكتوبه كده، كانت كده اساسا. طب باور 4 دي بره البراكت، يعني تتعامل مساله براكت. المساله دي عاديه نيجاتيف 2 اكس بار 2. طيب لما اجي اشتغل بقى واي داش اللي هي الديريفيتيف من اول هنا، انا كده ما عملتش ديريفيتيف لسه، هنتعامل معاه كانه براكت عليه باور. كنا بنعمل ايه؟ في 1 هنا بره 4 تايمز 1 ب 4، بنزل البراكت زي ما هو ونقص الباور 1 يبقى 3، ارجع اعمل ديريفيتيف للي جوه البراكت الكوزين بنيجاتيف ساين اكس، لان دي بتتعامل كانها مساله براكت عليه باور. طب بالنسبه للمساله الثانيه دي، لا دي عاديه 2 تايمز نيجاتيف 2 بنيجاتيف 4، ونزل الاكس ونقصها 1 وخلص. طيب تعالى بقى عايزين نظبطها شويه، هي كده مظبوطه يعني ما فيهاش حاجه خلصت، بس نظبط بس المنظر ده شويه. دول الثلاثه معمولين تايمز بعض، طب ما الفور لو اتعملت تايمز نيجاتيف هتديني نيجاتيف 4 لان دي كانها نيجاتيف 1، والباور 3 دي زي ما اتفقنا بقى خلاص احنا الاول بس طلعناها على براكت عشان ايه، انا لازم مسالتي تكون يا تايمز يا ديفايد يا براكت على باور. انت كده خلصت خلاص، رجعها بقى تاني فوق الكوزاين، يبقى كوزاين باور 3 اكس، نشيل البراكت ده خالص، ودي خلاص بقت ساين اكس بقى، معنا خدنا النيجاتيف بتاعتها عملناها تايمز الفور، والمساله دي لوحدها ماينس 4 اكس، وتبقى المساله بتاعتي خلصت على هذا الاساس او هذا المنظر الفاينل. طيب احنا اتفقنا ان في مسالتنا لازم احددها الاول تايمز ولا ديفايد ولا براكت عليه باور. طب دي نوعها ديفايد باينه جدا ايه؟ اكس اوفر 1 بلس اكس بار 2 سهله. طب الديفايد معروف، بقوم قايل واي داش وافتح خمسه براكتس اهو كده، ماينس بقى المره دي كمان تو براكتس هنا كده اوفر ده زي ما هو بس بار 2، يبقى 4 براكتس فوق وبراكت تحت عليه بار 2 اللي هو الدينومينيتور عليه بار 2. طيب والله لو انا عايز احفظ رول ان ديريفيتيف اوف نيوميريتور تايمز دينومينيتور، بس انا ما بحبش حفظ الرولز قوي، فاحنا ممكن نعملها كده نتعامل معاهم كانهم تو فانكشنز، يعني كان دي الفانكشن الاولى اللي هي كنا بنخليها بعد البلس، لا هنخليها هنا بعد الماينس، وكان اللي تحت ده الفانكشن الثانيه اللي هي كنا بنخليها قبل البلس في مساله التايمز، لا هنخليها هنا قبل الماينس اهو. كويس قوي. طيب بنبتدي بقى نعمل ديريفيتيف للاولى، الاكس هتبقى ب 1 لان الاكس دي اصلا كان قبلها 1 هنا، ف بتشال الاكس 1 اكس هتشيل زي قلنا 3 اكس تبقى 3، فالاكس دي تبقى ب 1. طب برجع اعمل ديريفيتيف لدي، طب دي لما اعملها ديريفيتيف ال 1 ده ما عندوش اكس يبقى ب 0، الاكس باور 2 الديريفيتيف بتاعتها كان في هنا 1 كده يبقى 2 تايمز 1 ب 2، وانزل الاكس وانقصها 1 يعني كانها 2 اكس، اعتبر كده انا خلصت الديريفيتيف.
طب عايز اعملها سمبليفاي شويه، سهله برضو. ال1 ده هدخله تايمز ده وده، مش هيأثر، هيبقى 1 بلس اكس برضو. النيجاتيف دي يفضل ان انا اخليها يا مع البراكت ده يا مع ده، يعني نلغيها خالص ونخليها مع ده، يبقى ده كانه نيجاتيف اكس. يبقى النيجاتيف دي بلغيها، والبراكت ده بقى كانه بدل ما كان اكس بقى نيجاتيف اكس. نبتدي نعمل نيجاتيف اكس تايمز 2 اكس بنيجاتيف 2 اكس بار 2 اوفر. لو انا عايز افك اللي تحت ده ممكن اسيبه زي ما هو كده، ولو انا عايز افكه سهل، بنعمل الاولاني بار 2 يعني 1 بار 2 ايكوال 1، الثاني بار 2 يعني اكس بار 2 ايكوال اكس بار 4، وبعدين فيرست تايمز سكند تايمز 2 يعني 1 تايمز اكس بار 2 باكس بار 2 تايمز 2 يدينا 2 اكس بار 2. كده خلصنا. طيب نجمع بقى دلوقتي اللايك تيرمز شويه. ادي ال1 ما فيش حد شكله ينزل هنا، دي كان في هنا 1 اكس بار 2 ماينس 2 اكس بار 2، بنعمل 1 ماينس 2 على الكالكوليتور هيقول لي نيجاتيف 1، ونكتب اكس بار 2. ال1 طبعا اللي قبل الاكس ده ملوش لازمه، يعني كانها 1 ماينس اكس بار 2 اوفر اللي تحت ده اللي هو 1 بلس اكس بار 2 اللي هو 1 بلس 2 اكس بار 2 بلس اكس بار 4، وتبقى المساله بتاعتي خلصت على كده، وانا كده عملت لها complete simplification. طيب المساله دي سهله جدا، دي طبعا باين انها ديفايد، يبقى انا على طول اعمل واي داش وافتح الخمسه براكتس بتوعي اهو، وبراكت خامس تحت عليه بار 2 اللي هو الاكس، ايه بيتحط فيه الاكس اللي تحت دي من غير دلوقتي. طيب احنا زي ما اتفقنا الفانكشن الاولى دي اللي هي النيموريتور نحطها هنا، الدينومينيتور حطه هنا عشان ما تلخبطش نفسك، وابتدي بقى اعمل ايه لدي الديريفيتيف. طب اكس بار 2 الديريفيتيف بتاعتها 2 اكس، المفروض طبعا هنا في 1 2 تايمز 1 ب 2 نازل الاكس ونقصها 1، النيجاتيف 1 ب 0 خلاص، يبقى الديريفيتيف بتاع الاولى 2 اكس. طيب والثانيه نزل زي ما هي. طب تعالى بقى هنا احنا نزلنا الاولى زي ما هي، الديريفيتيف بتاع الاكس بتبقى 1. تعتبر المساله خلصت على كده، بس لو انا عايز اعملها سمبليفاي اعمل 2 اكس تايمز اكس هيديني 2 اكس بار 2. طب النيجاتيف زي ما اتفقنا يا تعملها تايمز البراكت ده يا تايمز البراكت ده، انا هلغيها واعملها تايمز ده احسن اهو، يبقى خلي ده نيجاتيف 1 عشان ما تلخبطش. طيب النيجاتيف 1 بقى ارجع ادخله تايمز ده وتايمز ده، عشان ما فيش ناس بس يقولوا النيجاتيف راحت فين، هي اتعملت التايمز ده خلاص اتلغت بقى. ونبتدي بقى نعمل ايه، نيجاتيف 1 تايمز اكس بار 2 بنيجاتيف اكس بار 2، نيجاتيف 1 تايمز نيجاتيف 1 ببوزيتيف 1 اوفر الاكس، دي ممكن اكتبها اكس بار 2 مباشره كده. طيب هنجمع لايك تيرم شويه، هنا كان في 1، طب ما 2 اكس بار 2 ماينس 1 اكس بار 2 يديني 1 اكس بار 2 يعني اكس بار 2 بلس 1 اوفر اكس بار 2، واسيب المساله على كده. في ناس يقول لك هكنسل اكس بار 2 مع اكس بار 2، غلط غلط، ما ينفعش. طالما ده في بلس 1 او في بلس نمبر مع او ماينس نمبر مع، ما ينفعش ان انا اكنسل اكس بار 2 مع اكس بار 2، يعني المساله هتفضل على كده. طيب المساله دي برضو سهله وممكن احلها بطريقتين. الطريقه الاولى ان انا ايه، دي سهل ان انا اعملهم تايمز بعض الاول، هتسهل عليا العمليه ان انا اقوم قايل ايه هنا كان في 1 من قبل ما اعمل ديريفيتيف خالص، 3 تايمز 1 ب 3 ودول اكسات، هاخد اكس واحده واعمل بلس للباورز. لو انا عملت 2 بلس هاف هتديني 5 اوفر 2، بس يبقى انا كده جمعتهم في حاجه واحده، وابتدي اعمل ديريفيتيف او الواي داش، كنا بنعمل الباور تايمز الكوفيشنت، يبقى ده هتدينا ايه 15 اوفر 2، انزل الاكس انقص من دي 1 يعني اعمل 5 اوفر 2 ماينس 1 على الكالكوليتور، فالكالكوليتور هتقول لي 3 اوفر 2، وخلصت المساله على كده. طيب طبعا لو انا عايز احولها اكتر ممكن اقول 15 اوفر 2، والباور اللي بتبقى فراكشن دي بنكتب بتبقى عباره عن روت، اهي روت كده، ده اللي جوه اللي هو 3 وال2 دي اللي بره، وال2 دي ما بتتكتبش طبعا لانها سكوير روت، يبقى انا كده ايه ده اخر شكل ده. طب في انذر سوليوشن ان انا اعمل ايه؟ ان انا اتعامل معاها زي ما اتفقنا، نشوف نوعها، نوعها ايه؟ دي نوعها جايه تايمز، يعني كانت جايه لي كده تايمز، وطالما تايمز افتح اربعه براكتس على طول. يعني لو انا ما خدتش بالي ان انا ممكن اعمل دول تايمز بعض، افتح اربعه براكتس. اولا بننزل دي بعد بعد البلس، بننزل دي قبل البلس. باجي هنا بعمل ديريفيتيف اللي دي هتديني 6 اكس 2 تايم 3 6 والاكس تنزل ونقصها 1. بعمل ديريفيتيف اللي دي هاف تايمز 1 بهاف اكس باور، هنقص الباور 1 هتبقى نيجاتيف هاف. طيب عايزين نصفيها شويه يبقى واي داش ايكوال، دي برضه هنضطر نجمع برضه الباور، هكتب 6 اكس وباور هاف مع 1 هيبقى 3 اوفر 2، وابتدي بقى ايه بلس
دي هنكتب 3 تايمز هاف ب 3 اوفر 2 مع دي اكس بار 2 مع ده هيديني اكس باور، هعمل 2 بلس نيجاتيف هاف على الكالكوليتر هيديني باور 3 اوفر 2. والله طالما ده اكس باور 3 اوفر 2 ده اكس باور 3 اوفر 2، كاننا بناخد اكس باور 3 اوفر 2 واحده ونجمع دول 6 بلس 3 اوفر 2 هيديني فعلا 15 اوفر 2. طلعت نفس الانسر بتاعت اللي فوق، ودي لو انا عايز احولها برضو نفس القصه ممكن اقول عباره عن ايه 15 اوفر 2 واحول ده لسكوير روت اهو، يعني 15 اوفر 2 وده يتحول لسكوير لروت كده، قصدي مش سكوير، ويبقى الاكس اهو وال3 جوه وال2 بره، يعني هتطلع نفس الايه نفس الانسر بتاعت اللي فاتت. بس طبعا اللي لقطها من الاول الجديد ينفع تايمز داون، سهلت عليه كتير، يعني سهلت عليه كتير. طبعا المساله دي قويه جدا، ليه بقى؟ فيها كذا حاجه. طب الاول انا هحدد نوع المساله. المساله دي اولا نوعها ديفايد، واحد يقول لك ده براكت عليه باور، لا، النوع الرئيسي هي جايه حاجه اوفر حاجه، دي ديفايد. ديفايد يعني خمسه براكتس، يبقى انا هقول واي داش وهرسم بقى الرسمه، بس ايه البراكتس بتاعتي هتبقى كبيره شويه. طيب هو اولا بيبقى ايه خمسه براكتس، ممكن ايه ادي براكت الاولاني هخليه كبير شويه عشان ده اللي هعمل فيه ديريفيتيف ده، وبعدين في براكت كده يعني البراكت ده خليه مربع وده مدور ماينس، انا هرجع هنزل ده زي ما هو اخليه في براكت مثلا، خليها كلها براكتس مربعه لان هي ايه كبيره جدا عادي يعني مش غلط. وده براكت ايه مثلا ماينس، ده براكت مربع وده برضو براكت مربع. غالبا دي هنكمل معاها تحت شويه. لو جينا قلنا ايه بقى، صغر في ده عشان هي دي هتبقى كبيره قوي، ده هيبقى كبيره جدا كده ده اهو. الاول هننزل ده هنا اللي هو فوق ده بننزله بعد الماينس، تنزله براكت مدور زي ما هو كده، وهننزل اللي بعد اللي تحت الديمونيتور ده هننزله هنا، يبقى اكس اكس بلس 3 اول تو ذا باور 4، ده مبدئيا. طيب هنبتدي بقى المفروض ان انا ايه اعمل ديريفيتيف للي فوق، طبعا هيبقى في هنا براكت تاني هنا عشان خمسه اربعه براكت، ولسه في براكت تحت عليه باور 2. طيب البراكت اللي تحت عليه باور 2 اللي هو نفس الكلام ده ولكن عليه باور 2، طب هنعمل ايه بقى في الكلام ده كله؟ طيب نبتدي ناخدها واحده واحده كده. بسم الله الرحمن الرحيم، انا عايز اعمل ديريفيتيف ده براكت عليه باور، يعني جيت اعمله ديريفيتيف لقيته مساله غير عاديه، لقيته ديريفيتيف عليها باور، براكت عليه باور، فهنعمل 3 تايمز 1 ب 3، ننزل البراكت زي ما هو، ننقص الباور 1 يبقى 2، نرجع نعمل ديريفيتيف اللي جوه البراكت يبقى 1، خلصنا دي ونزلنا ده زي ما هو. نرجع نعمل ايه بقى؟ ننزل ده زي ما هو اهو ونعمل ديريفيتيف ده. المشكله بقى لما نيجي نعمل ديريفيتيف لده، ده قصه لوحده. ليه بقى؟ ده تو فانكشنز تايمز بعض اصلا، ده كده تو فانكشنز تايمز بعض، يعني ايه؟ يعني محتاج اربعه براكتس، محتاج اربعه براكتس عشان اعمله اهو، اربعه براكتس اللي هو ايه بنعمل ديريفيتيف لده، صغيره بقى شويه عشان تقضي، وننزل ده زي ما هو ونرجع ننزل ده زي ما هو اللي هو اكس، ونعمل ديريفيتيف لده، ده اصلا عشان اعمل له ديريفيتيف ده موال، ده براكت عليه باور، فننزل الفور تايمز 1 ب 4 اكس بلس 3 اول تو ذا باور 3، وارجع اعمل ديريفيتيف للي جوه البراكت اللي هو ال1 اللي هو الاكس دي ب1. مساله طبعا قويه جدا جدا جدا، تمام. ويفضل بقى ان انا اسيبها على كده، او انا ممكن اعمل ايه سمبلفاي بسيط، ان انا اقول ايه ال3 تايمز 1 ده ب 3 وخلاص، يعني 3 تايمز 1 اخليها ب 3، يعني انا عايز الخصها شويه، انا ممكن اعمل ايه ال3 تايمز 1 ده ب 3 وارجع اعملها تايمز الاكس اللي هناك ده، يبقى دي 3 اكس، البراكت ده هنا زي ما هو طبعا اكس ماينس 1 بار 2، والبراكت ده اكس بلس 3 بار 4 ماينس، ده هيبقى اكس ماينس 1 بار 3، نزله زي ما هو. ال1 ده هيتعمل مش هيتعمل تايم، ال1 اللي عملته تايمز حاجه مش هيأثر فيها، يعني ده هيبقى عباره عن البراكت ده هيبقى اكس بلس 3 قول تو ذا باور 4 بلس، ده لو اتعملنا الاكس تايمز 1 هيديني اكس
وفي 4 كمان اهي، يعني هيديني 4 اكس، هعمل اكس تايمز 4 تايمز 1 4 اكس، والبراكت ده ينزل زي ما هو. كل ده اوفر ايه بقى؟ كل ده اوفر اللي تحت ده بار 2. طب انا لو جيت اعمل اللي تحت ده بار 2 ايه اللي هيحصل له؟ اللي تحت ده بار 2، البار 2 هتنزل على ده على الاكس، هتخليه اكس بار 2، هتنزل على ده تتعمل تايمز البار بتاعته هتخليه بار 8. مش هقدر اعمل فيها اكتر من كده، يعني هي مساله قويه جدا وفيها شغل كتير قوي قوي قوي، فمش هنقدر نعمل فيها اكتر من كده. ده يعني يعتبر ايه، تعتبر السمبلست فورم بتاعتها. هي طبعا في شغل تاني فيها، ولكن كفايه لحد كده، لو انا عملتها كفايه لحد كده يمشي الحال يعني انها تبقى صح.